أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي الطنجي. أنا ابن بطوطة. أنا ابن المغرب الأقصى وابن مدينة طنجة الأبية. غدا تكبرون ويكبر فيكم حب المشرق. قد جئت لأخفف عنكم تعب الطريق الطويل. هيوا بنا نمشي. يسعدنا في هذا اليوم المبارك أن نفتتح وإياكم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الرحالة، والذي وسمناه هذه السنة بأيام الرحالة. بالنسبة للمشاركة ديالي في الافتتاح ديال الدورة اليوم، كان بناء من الاقتراح على الاقتراح ديال الأصدقاء، بحكم بعض التجارب السابقة في المسرح وكذلك الإلقاء الصوتي، فحاولنا نجمعوا أن هذا الشيء ونعمل هذاك المقطع المسرحي اللي كيجسد شخصية ابن بطوطة. بالنسبة للنقاط المشتركة، ربما هو ابن بطوطة معروف بالرحلة والمشي، وأنا كوني عضو في جمعية الرحالة اللي هو المشي، كنمارس هذا المشي، هواية المشي ما أمكن، فكيكون واحد كنحاولوا نكتشفوا ولا نستشعروا كيفاش كان الإحساس ديال الرحالة في ذاك الوقت هذاك، اللي هو تقريبا طبعا ماشي نفس الإحساس اللي كنحسوه حنايا بحكم التطور اللي وصلنا له، وسائل النقل وداك الشيء، ولكن نوعا ما. كذلك كان واحد بين قوسين نقطة مشتركة اللي هي جات بالصدفة، وخلق فاش جمعنا الحوايج اللي غنطلع بهم وداك الشيء، بان واحد شبه تشابه بين الصورة المروجة ديال ابن بطوطة وبين الشكل اللي طلعت عليه في الآخر، فهذا الشيء عطى واحد الانطباع مزيون وشجع أنه نزيد نكمل في الدور. جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة تأسست سنة 2014. منذ تأسيسها وهي تنظم مجموعة من الأنشطة، خرجات، مشي، ندوات، محاضرات. اليوم نحن في السنة التاسعة من تأسيس جمعية الرحالة. أعضاء الجمعية فكروا وأبدعوا مهرجان سموه بفعاليات أيام الرحالة، ننظمها تحت شعار ابن بطوطة منارتنا. برنامج الأيام يشمل مجموعة من الفقرات، فقرات متنوعة فيها لقاءات ثقافية، محاضرة، ندوة، لقاءات عن بعد، كل شيء، كل هذا يصب في مجال الرحلة. أيضا ننظم دورات تحسيسية، دورة لفائدة الأطفال تحت عنوان المسعف الصغير، ننظم دورة تكوين لفائدة أعضاء الجمعية تحت عنوان التواصل وتدبير النزاع، ننظم خرجات المشي، ثلاث خرجات، الخرجة الأولى بتنسيق مع جمعية الصم للتواصل، جمعية لفائدة أطفال الجمعية للصغار، وجمعية وخرجة متمثلة في حملة نظافة. ننظم حملة للتبرع بالدم في نسختها السابعة تحت عنوان مشاة في طريق الخير. فأوكم جهد لك دعوة دامة، يقول لكم أخذ لكم بالمشي.